الرباط تصعد ضد باريس وتتخذ إجراء دبلوماسيا صارما. كشفت مصادر مقربة من الاستخبارات الفرنسية أن المغرب صعد من لهجته ضد باريس وجمد علاقاته تماما مع فرنسا، وذلك في سياق تلامي التوتر بين البلدين على خلفية رفض الرباط الموقف الضبابي لشريكه التقليدي تجاه ملف الصحراء المغربية، وكذلك تحميل المغرب فرنسا مسؤولية قرار البرلمان الأوروبي القاضي بإدانته حقوقيا. وقال المصدر إن المملكة المغربية أصدرت تعليمات لمسؤوليها تفيد عدم استقبال السفير الفرنسي في البلاد كريستوف، الذي يعتبر شخصية مقربة من دائرة الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تمتد ولايته الثانية إلى 2027. وتسعى فرنسا من خلال تعيين لكورتيه إلى تدويب الخلاف بين البلدين وإعادة إحياء التعاون الاقتصادي، خاصة وأن المغرب صار لاعبا أساسيا في القارة السمراء، توج بالترشح المشترك مع البرتغال وإسبانيا.